بسم الله الرحمن الرحيم. من نصيبكم أنكم تبدأون المحاماة في وقت لن أقول عصيبا وإنما أقول دقيقا، في وقت دقيق، لأنه المحاماة أتاها عوامل النحر من جميع الاتجاهات. واحد من عمري مر بمراحل متعددة، لابد أن يحس اليوم بالأسى على ما آلت إليه المحاماة، لأن أنا عشت أيام رائعة وتلقيت عن أساتذة رائعين، وحكمتنا التقاليد والآداب، لأن المحاماة أدب، ولأن المحاماة أدب سواء في العبارة أو في الصياغة والسبك أو في السلوك، لم يكن غريبا أن يكون أو أن تكون هناك مصاهرة ووشيجة بين الأدب وبين المحاماة. ما فيش مهنة من المهن، وأنا أصف المحاماة عن حق بأنها رسالة وليست مجرد مهنة، بزغ فيها هذا القدر من الأدباء والمفكرين. حسبي أن أذكركم ببعض الأسماء وعليكم أن تخوضوا في الكتب لتعرفوها. الأستاذ أحمد لطفي السيد أستاذ الجيل، مصطفى كامل الزعيم الوطني، محمد فريد الزعيم الوطني، سعد زغلول زعيم الزعماء. إنما في الآداب خدوا عندكم بقى الأستاذ توفيق الحكيم، الأستاذ يحيى حقي، الأستاذ محمد التبعي أمير الصحافة المصرية، الدكتور محمد حسين هيكل صاحب كتاب حياة محمد، والصديق أبو بكر، والفاروق عمر إلى آخر القائمة. إذا قعدت أحكي لكم إحسان عبد القدوس، موسى صبري، كل هؤلاء العمالقة كانوا من رجال القانون والمحاماة. الآن نحن لا نبحث عن الأدب في المحاماة بمعنى الفكر والأداء الأدبي، لا، ده احنا بقينا بندور على أدب اللفظ وأدب العبارة والبعد عن الانحطاط وقلة الأدب. احنا دلوقتي بنعيش فترة هناك من يستخف بأن يسب أكبر أساتذته في المحاماة وفي الأدب وفي السن وفي كل حاجة، وبألفاظ بالغة البشاعة. يا ترى الأمل هيجي لنا منين؟ الأمل فيكم انتوا، الأمل فيكم انتوا، إن كنتم تزرعوا زرعا جديدا، إن كنتم تعودوا بنا إلى المحاماة التي كانت. انتوا صفحة خضراء قابلة للتلقي. احنا نعرف اللي معرفش يحفظ القرآن وهو صغير ما يعرفش يحفظه وهو كبير، صح؟ ما يعرفش ليه؟ لأن المخ بيبقى قد ازدحم والذاكرة بأشياء كثيرة. إنما في صفحة الصبي أو الطفل أو الشاب في مستهل أو الفتى، الصفحة فاضية رايقة، يقوم اللي يحفظه يحفظ. كذلك أنتم صفحتكم خضرة لم تتلوث بما تلوثت به صفحات آخرين. حافظوا على هذه الصفحة، ليكن ولاءكم للمحاماة لا لأشخاص. الآفة أتتنا من هذا السبيل، إنه بقى الولاء لأشخاص، ولأن الولاء تحول من ولاء إلى المحاماة إلى ولاء للأشخاص، صارت العلاقة بين الطرفين علاقة مصالح وعلاقة سبوبة. وضاع الحق، وضاعت النقابة، وضاعت المحاماة.
يقولوا في الأمثال: اعرف الحق تعرف أهله. مش تعرفه الأول وتقول هو على حق ولا مش على حق، لا، اعرف الحق الأول، وما دمت قد عرفت الحق سوف تعرف أهل هذا الحق. أمامكم رحلة طويلة جدا، أرجو أن ألتقي وإياكم في مناسبات أخرى قادمة إن شاء الله، ولكن حسبي أن أذكركم الآن وأنتم سوف تدخلون إلى ساحات المحاكم وإلى النيابات وإلى غيرها، أقول لكم مظهر المحامي والمحامية بالغ الأهمية سيما في سن الشباب. يعني أنا أستطيع ربما أن أتحصن بمشيبتي وبسني، إنما الشاب محتاج جدا والشابة للالتزام بالمظهر في الزي والشكل كيما يجبر من يتعامل معهم على احترامه. ومن ضمن هذا الاحترام نصيحتي ألا يفرط أحد وألا تفرط واحدة في رداء المحاماة الذي درجنا على أن نسميه روب المحاماة. الروب ده جزء كبير جدا من الشكل الذي يحوزه المحامي والمحامية قبل أن يتحدث وقبل أن تتحدث. هذا الرداء وهو لا يبيح أن يكون المستور الذي تحته خارج عن التقاليد. يعني أنا حينما أرتدي رداء المحاماة لازم تبقى ربطة العنق واضحة، مش لابس تحتها فانيلا. نمرة اتنين، هتروحوا محاكم ممكن حضراتكم تلاقوا الرول بتاع حد منكم رقم 100 150، ما هو بقى الرول ما شاء الله دلوقتي. اللي بيكسل يقعد يتسلى ويدردش او تقعد تتسلى وتدردش في اوضه المحامين الى ان يقترب الدور فيقوم جري يخش على الجلسه، هذا يؤدي الى تفريط المحامي والمحاميه في اخصب واعز ما يمكن ان يكتسبوه من خبرات اذا ما حضروا الجلسات وتابعوا ما يجري فيها. بل ان المحامي والمحاميه سوف يتعلمون ممن يخطئ أكثر مما يتعلمون مما يصيب. التزمت بهذه القاعدة لأن أبي رحمة الله عليه كان محاميا ضليعا، أوصاني بأن أنا أخش الجلسات وأقعد أتفرج وتابع، وقال لي الكلمتين دول. فالتطبيق لقيت فعلا أن أنا استفدت من خطأ الآخرين بأكثر مما استفدت من الصواب. سمعت مصطفى مرئي وسمعت حمد الناحل وسمعت عبد المجيد نافع وسمعت أسماء محمد عبد الله، سمعت كثير قوي، وطبعا أنا استقر في وجداني كثير مما استمعته من هؤلاء العمالقة. ولكن الخطأ يعلم. وهحكي لكم مثالين. كنت أحضر في إحدى المحاكم العسكرية العليا، وكان المحامي المقابل قد جاوز 60 ويدعى الأستاذ أنسي عيسى، ابن أخته ولن أذكر اسمه حرصا عليه كان معه في القضية، ابن أخته، يعني أنسي عيسى يبقى خاله. ومع ذلك حينما نودي على القضية قفز ابن الأخت ليقول يحضر عنه فلان والأستاذ أنسي عيسى، يعني قدم نفسه على خاله الذي يكبره في السن حوالي 30 سنة. ومش كده وبس، ولما جه يملي قال اسمه قبل اسم خاله. هو فهم انه كده كبر، بس هو في الحقيقة صغر، لأن كل المراقبين استصغروه. مفيش أسبوعين ثلاثة كنت في قضية من القضايا وحاضر فيها الله يرحمه الأستاذ علي منصور، كان من عمالقة المحاماة في مصر، وكان يحضر معه زميلي الله يرحمه
الأستاذ صالح فراج، وكان محامي حاضرا ونابغا. فلما نودي على القضية ما قامش بقى صالح فراج ينط يثبت نفسه قبل علي منصور. ها شوفوا بقى أدب علي منصور، عزم عليه فقال له العفو يا باشا. يوم علي منصور لما يتكلم يقول يحضر معه صالح فراج وعلي منصور، قرنوا بين المشهدين لتعرفوا أن المحاماة أدب، وأن احترام الكبير أدب، وأن الحضور أمام المحاكم أدب، وأن عبارة المحامي والمحامية أدب، وأنكم في داخل المحكمة سوف تتعلمون أكثر مما تتعلمون من الكتب. اوعى تتصوروا أن الكتاب اللي احنا خدناه في الكلية ده نهاية المطاف، لا، التعليم في كلية حقوق يديك المفاتيح، المفاتيح تفتح ازاي على قانون العقوبات. ليكن أن زيد من الناس درس لك القانون العام ودرس لك القانون الخاص ودرس لك الإجراءات الجنائية، اللي ادهولك ده مفاتيح عشان تفتح على عمالقة غيره، ومنهم من هو أستاذ له. وأنا حديكم مثل أن من أعظم الكتب في قانون العقوبات الكتاب الذي درس عليه أبي عام 1923 للمرحوم الأستاذ الكبير أحمد أمين. ولأنه قد أتيح لي أن أطلع على معظم المؤلفات لأنني قراء بطبعي، لقيت أن معظم المؤلفات واخدة من أحمد أمين. يبقى قدامكم مشوار، قوام العلم وقوام المعرفة، وكل ده هيعظم بالأدب. لا تنسوا الأدب، أدب المحاماة، وأدب حمل الأمانة، وأدب التصرف، وأدب السلوك، وأدب اللفظ، وأدب احترام الكبير، وأدب عطف الكبير على الصغير. هتحلفوا يمين دلوقتي فيه مبادئ للمحاماة، في القسم هتلاقوا الشرف والمحاماة شرف، وهتلاقوا الأمانة والمحاماة أمانة، يحملها محامي صاحب رسالة. هذه الأمانة هي التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة التي قال عنها الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام لصاحبه الأثير أبي ذر الغفاري، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. في اللحظة التي تستقبل فيها موكلك بدأت تحمل الأمانة. هذا الموكل أو الموكلة جاي يرمي همومه قدامك ويرمي كل أسراره قدامك لدرجة أنه قد يتعرى أمامك، وعشان كده هتلاقوا في القسم الحفاظ على سر المهنة. إذن أنت من هذه اللحظة صرت أمينا عليه، وأمينا على مصلحته، وأمينا على سره، والقانون أعفاك من الشهادة حفاظا على هذا الواجب أو هذه الأمانة، أعفاك وعقبك إذا ما أفشيت سر المهنة، إذا ما أفشيت هذه الأمانة. مذاكرتك لقضيتك أمانة، مرافعتك الكتابية والشفوية أمانة، أينما تولي ستجد الأمانة ممسكة بتلابيبك أو بتلابيبك. إلى جانب الأمانة الاستقلال وحرية الرأي. ماذا تعني الحرية بالنسبة للمحامي؟ تعني الاستقلال، أنه صاحب نفسه، أنه صاحب مبدأه، أنه لا يفرط في هذا الاستقلال، لأنه لو فرط في الاستقلال فقد فرط في الأمانة وأعطى رأيه وفكره لغيره. الاستقلال
هو الذي يجعل المحامي قوة دافقة، والمحامية يحلق في الآفاق ويقول ما يشاء، يقول ما قد يخاف العمالقة أو المرضة عن قوله، لأنه مستقل في الرأي. ومن أين أتاه هذا الاستقلال؟ لأنه في كلمة واحدة رزقه على الله، لم يستني مرتب، ولا مستني بدل سفر، ولا مستني علاوة، ولا مستني نقلة. هو سيد نفسه، هو سيد نفسه، وهي سيدة نفسها. ومعنى هذا أنه مستقل لا يوظف. عشان كده في إحدى القضايا قالوا علي رئيس هيئة الدفاع، فأنا انبريت لأقول لا يوجد رئيس لهيئة الدفاع، كل محام رئيس نفسه. ودعوني أذكر لكم إحدى التجارب في بداياتي في المحاماة، بعد أن استقلت من القضاء العسكري في سنة 76، علشان أعود إلى المحاماة التي بدأتها من عام 1959. ففي قضية التكفير والهجرة أنا دخلتها الأول منتدبا، ولهذا قصة. كان عضو يسار المحكمة المرحوم المقدم آنذاك مختار شعبان، وكان من السباقين اللامعين النوابغ، اتصل بي تليفونيا في منزلي وطلب أن أمر عليه في اليوم التالي، هو عضو يسار المحكمة. فرحت له في مكتبه، فقال لي احنا كان موكل عن او منتدب عن المتهم الثاني فيلسوف الجماعه ماهر عبد العزيز بكري، استاذنا الاستاذ علي الشريف، والاستاذ علي الشريف اعتذر لكبر سنه ولقى العبء ثقيل، ونحن قد اجتمعنا على اختيار. ما تنامش، انا شايفك انت بتنام اهو. ايوه صح نفسك كامل كده. على فكرة مش بقول للبنات بس ما تناموش، وبقول برضو للصبيان ما تناموش، عشان في ناس زعلت قوي ان انا قلت الواحدة ما تناميش. وعلى فكرة اي مستمع عليه ان يقاوم النوم، لانه الكلام اي ما كان رتيب، والرتابة ايوه التوبة تأتي بالنوم. فقال لي احنا اخترناك واجمعنا على اختيارك، لأن القضية دي محتاجة لخلفية إسلامية غير الخلفية القانونية، وأنت فيك الجمع بين الصفتين. فقلت له أنا آسف. قال لي آسف ليه؟ قلت له دول ناس قتلوا شيخ. قال لي لا تأخذ القضية من عنوانها، القضية فيها كلام كثير. قلت له دول ناس بيتطاولوا على المحامين. قال لي المحامي إذا كان ماله هدومه محدش هيتطاول عليه من هنا لهنا. أقنعني، قلت له الأول لازم المتهم يقبلني علشان أقبل أنا هذا الانتداب. فأعطوني التصريح وذهبت إلى ماهر عبد العزيز بكري في معتقل القلعة. حوار طويل مسيري في يوم الأيام أحكيه لكم. وبدأت القضية، تقاطرت التوكيلات حتى صرت موكلا عن 14 متهم يمثلون كل قيادات الجماعة، حتى ظن بعض رجال أمن الدولة أنني أنتمي إلى اتجاه ديني متطرف، ولم يكن هذا صحيحا، وإنما هي براعة المحاماة التي لفتت أنظار هؤلاء لا أكثر ولا أقل. هنا بقى في أبضيات يحبوا يسرقوا منك الإيه؟ الكاميرا، زي ما بيقولوا في السينما، يقول لك كان محمود المليجي فنان في سرقة الكاميرا. يقول لي ما يعرفش، يقول لي يسرقها ازاي؟ يقول لي يقف الوقفة في المشهد اللي بيصور، بحيث ان معظم الصورة تبقى عليه. ففي ناس بقى جوا النقابة اللي هم حقيقة في ذلك الوقت في سنة 77 ما هماش ممارسين للايه للمحاماة، انما هم محترفين العمل في النقابة بس، وتمسك الاجندة بتاع اي واحد فيهم تلاقيها فاضية، فيش فيها قضايا. ما قضيته ايه؟ النقابه والسبوبه والنوم. ها والنوم
ما انا هو ما انا بس انا حتى انكشه كده لغايه ما اخليه صح. هو مركز بس. معلش ما انا عارف ما عارف. ايه فجم في الجلسه انا بحاضر بقى عن 14 متهم، هم شافوني ان انا عظمه طريه يعني، فارادوا ان يتغولوا على مكانتي وبيتقدموا لاثبات حضورهم مع جميع المتهمين. فلقوا الكتكوت الفصيح الصغير، او لقوا الكتكوت الصغير ده كتكوت فصيح وقوه دافقه. رحت انا اي منطور قلت له، قلت للمحكمه الوكاله في المواد الجنائيه اختيار شخصي للموكل للوكيل. نمره اتنين، مفيش حاجه اسمها حد جاي يتطوع للحضور، الحضور لابد وان يكون بوكاله. رقم ثلاثه، الاساتذه بيثبتوا حضورهم عن جميع المتهمين، وهذا معناه انهم لم يدرسوا ولن يدرسوا القضيه لان مواقف المتهمين متباينه. والسبب في انني مكتفي فقط ب 14 متهم، انا عرض علي ان اتولى الدفاع عن 55 متهم، فقلت للعارضين انه لا يجوز لوجود تعارض، فردوا علي بانهم جميعا في سفينه واحده. قلت لهم السفينه دي قصه ثانيه، انما التعارض في القانون له ضوابط اخرى. طول ما انتم ماشيين هتتعلموا، وطول ما انتم مفتحين والذاكره متوقده والشوق الى المعرفه موجود هتكبروا، مش بس في السن، هتكبروا في العلم والمعرفه وهتكبروا في الخبره. انا غلباوي شويه، ولما بشوف الشباب بحب اتكلم على سجيتي، ولو اطلت هاخد وقتكم، انا مش عاوز اخد وقتكم اكتر من كده ولا وقت زملائي. ونبدا في حلف اليمين، لو تفضلتوا ننهض، وعاوز اسمع صوتكم بيرج القاعة. ها؟ حاضر رائع يا معلم. ربنا يخليك. أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر المهنة وعلى تقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. خالص التهاني لكم.